لاريس مع الكريكويد كارتر قبل شوية كنا كان شفنا شنو هنا عندنا كريكو تراكية اللي قبل مثل الكريكويد آن أنت الميليتسيا باي ديفايدين انتو أيوة في سوبيريور بدا ساينم آت The level of the sternal angle قلنا في أي level اللي هو T4 مش كده lower border of T4 و by dividing into two bronchi مكونة من يعني C-shape cartilaginous rings to allow the patency عشان تخليها فتحة على طول يا شباب لأن الأيروي ده أهم شيء و completed posteriorly باي تريكياليس مصر كمنا من الخلف بشنو تريكياليس مصر هذه يا شباب تريكياليس مصر what is this the current which is the current شباب نرجع فيه والرايت شايفينه في السبكليريا هذا في الروت اوف ذا نيك وهذا في السوركس في سوبيريا ميدياستاين في سوبيريال ميدياستاين اند ذن يو هاف سين ذس از ذا ابيغلوتس هير هي انتيريور ريليشنز هير وات دو يو سي هير ذن يو كان سي ذا فيستيبيولار هذا وات از ذس اند ذس از اكتشولي شوينج يو ذا انتيريور وات از ذس وات از ذس ستراكشر ثايرويد جلاند ثايرويد اسمس اسمس اتلاي اوبوزيت ذا سكند ثيرد فورث تراكيال رينجز يا شباب قاعده بساط شنو هذه القطعه الاولى طلعت الثانيه الثالثه الرابعه هنا 2 3 اوبوزيت ايوه هذا انفيري ثايرويد جوين ذا بريكوسيفاليك برضه قدامها يا شباب هذا بعدك في انفرا هيويد ماسس انفرا هيويد ماسس الاستيرنو هيويد الاستيرنو ثايرويد كلهم نلقاهم ان فرونت اوف دي اوف ذا تراكيا في اللور اللور بارت اكشلي اجين ا فيري نايس بوستير اللي وراه فيها ايش يا شباب ورا التراكيه بارا بارا ثايرويد في الاسوفيجس اسوفيجس ورا الاسوفيجس بنلقى بين الاسوفيجس التراكيه عندنا الريكرنت لارينجيال دول هذاتهم الريكرنت لارينجيال يا شباب هيروحوا في الجروف ما بين التراكيه والاسوفيجس في ثراسك ده ايوه ventricular forces and then you can see the true vocal cords here based upon vocal ligament and in between the two there will be a middle part and below will be the شباب الفارنكس مش كده ايه اخذناها عامل مش كده نعم المحاضره الاخيره كانت فارنكس المحاضره الاخيره اللي قبلها اخذناها عملي اخذنا اللارس باقي معناتها طنق اخذناه اخذناه اخذنا الطنق دن خلاص دن يعني خلاص طيب خلاص يعني معناتها حندخل على الابر لمب ان شاء الله